انت كنت عارف ان باسم اتقبض عليه لما سألتك؟ ايه؟ باسم بيه؟ قبض عليه ليه؟ انا اللي بسألك. ويقبضوا عليه ليه بس يا هانم؟ انا امبارح بعد ما حضرتك قلقتيني عليه قلبت عليه الغردقة، ما عدرتش فيه، بس الصراحة يعني ما جاش في بالي ادور عليه في الاسم. انت اخر مرة شفته كان امتى؟ امبارح بالليل. وما قالكش انه مسافر؟ لا خالص. مسافر؟ انا ساعة ما شفته امبارح وشه ما كانش عاجبني كده، عمال يضرب الوان اصفر واحمر واخضر، حتى انا استغربت انه استلف مني فلوس، ده حتى خد ساعتي وعليها 200 دولار. غريبة قوي، وهو لما يحتاج فلوس الاولى يطلب مني انا. انا عارف بقى، تلاقيه كسف يا فندم، حكم برضه يعني الحاجات دي الراجل بيبقى عنده حياة فيها. تلاقيه قال لك استلف من راجل، احسن ما زلي نفس الواحدة ست معروفة. الحقيني يا باسانت، شفتي المصيبة اللي احنا فيها؟ انت عرفتي؟ اه عرفت ازاي يعني؟ ما هم قبضوا عليه قدامي. قبضوا عليه قدامك ازاي يعني؟ جم هنا الفيلا وقبضوا عليه. ايه؟ وهو باسم جه هنا الفيلا امتى؟ باسم انت كمان، انا بكلمك على باباكي. بابا؟ لا اله الا الله، دي فرقة مسكت في الفيلا يا ناس. يا سالم بيه، مش معقول كده. حضرتك اللي تعب نفسك، قلت لك مش هتكلم الا في وجود المحامي بتاعي. ما هو احنا برضه مش هنفضل تحت امره، احنا بقالنا اكتر من ساعتين بندور في نفس الدايره وبدون اي نتيجه. حضرتك استخدمت حقك القانوني وجبتني لغايه هنا، انا كمان هستخدم حقي القانوني، مش هتكلم الا في وجود المحامي بتاعي. خلاص، انا بقى هبتدي المحضر وابقى امتنع انت عن الاجابه، وبرضه هسجل ده في المحضر. هذا هو بسؤال السيد سالم الجرحي عن ما وجهه له المتهم باسم غانم الجرحي ابن شقيقه من اتهامات بمحاولة قتله وتقديم باسبور مزور له بغرض السفر. أجاب. ادخل. واحد عايز يخش لحضرتك يا باشا والكارت بتاعه. المحامي بتاعك وصل. أبو اليزيد بركات المحامي للاستئناف العالي ومجلس الدولة، حاضر بالوكالة عن موكلي سالم بيه الجرحي. خير يا سالم بيه؟ شوف يا سيدي اللي بيحصل على آخر الزمن. من فضلكم سالم بيه، هوجه لحياتك سؤالي مرة تانية. باسم غانم الجرحي بيوجه لحياتك اتهامات، أولا بمحاولة قتله، ثانيا بتسليمه باسبور مزور لمحاولة السفر بره. بلاغات كيدية يا سيادتك، واضحة وضوح الشمس. ثم إيه مصلحة موكلي في قتل ابن أخوه اللي هو في مقام ابنه؟ أنا اللي بسأل السؤال ده يا أستاذ أبو اليزيد. بركات ومجلس الدولة، طبعاً سيادتك سيد اللي عارفين إن أي جريمة كبيرة زي القتل بتحتاج لدوافع كبيرة، مثلاً اختلاف على مصالح في الشغل أو اختلاف على مبالغ مالية كبيرة ضخمة يعني تتفق ومكانة موكلي في المجتمع، أو اختلاف عائلة على مراس كبير. وإحنا ولله الحمد مفيش أي دافع من دول ينطبق على حالتنا، إلا بقى إذا كان عند سيادتك دليل أو أكتر، مش مجرد السماع لأقوال مرسلة من متهم عند سيادتك في الحجز. أما بالنسبة لموضوع الباسبور، فمش معقول يعني موكل يعمل باسبور مزور وهو في إمكانه يعمل باسبور سليم وبدون إجراءات وبسرعة نتيجة لمعارفه الكتير كما تعلم سيادتك. وهو المتهم اللي قضى طول عمره في كندا، هيعرف طريق الناس اللي بتزور باسبورات منين يا متر؟ ما هو سيادتك تعلم كما أعلم إن الانفلات الأمني اللي حصل في البلد خلى أولاد الحرام أكتر من أولاد الحلال في البلد، وما تنساش إن اقتحام السجون هرب أكتر من 25,000 سجين بين متهم بجرائم جنائية ومسجل خطر. والله يكون في عونكم. ده مين ابن الحرام اللي ساعد باسم بيه في جواز السفر المزيف ده؟ ثانية واحدة. ألو جمال بيه، مساء الخير. أنا ريهام حرم سالم الجرحي. أنا آسفة لو بكلمك في وقت غير مناسب، بس سالم كان قال لي على موضوع حابه ابلغه لحضرتك. بقول لك ايه؟ انا لفريه حيل اهلي وراكي، ولا عايز اسمع النهارده كلمه لا بتقابل في المربوط. عشان كده بقى تهدي وتيجي بالراحه. يا حسونا بيه، مش هينفع كده. ايه يا عم جو ستار اكاديمي ده؟ اهلا ابو العز. طيب روح انت دلوقتي وانا حابب اشوف الموضوع ده بعدين. اوكي. تعال. ايه يا عم؟ انت هنا عمال تلعب المساكه وسلم الجرح اتقبض عليه هناك في الغردقه؟ يا نهار اسود، حصل امتى وازاي؟ لسه سليمان مكلمني من دقيقه، وابو اليزيد راح له على هناك. وخدوه في ايه؟ اوعى يكونوا عرفوا موضوع الفلوس اللي بيخرجها لنا بره. الله يخرب بيتك، فلا الله ولا فلك يا اخي، كان زمان ما بحث الاموال اللي عم قبضت علينا. ما يمكن لسه ما اعترفش علينا. يا عم انت هتسيب اعصابنا ليه؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟
انا بفكر اهو. بقولك ايه، انا هكلم سليمان او ابو اليزيد وافهم منهم التيتا، على الاقل نفهم حاجه بدل ما احنا قاعدين مش فاهمين. رقم المطلوب مغلق او سليمان تليفونه مقفول. خلاص شوف ابو اليزيد. رقم المطلوب. وابو اليزيد كمان تليفونه مقفول. هعمل ايه بس دلوقتي يا ربي؟ وهكلم مين؟ كلم السكرتيره دي تجيب صاحبتها ناقص شويه قبل ما يتقبض علينا. يعني انت بتنفي كل التهم الموجهه من باسم غانم الجرحي للمتهم سالم الجرحي. مش كده وبس سعادتك، انا بقدم اعتراض رسمي لوصف موكلي بالمتهم، وما اظنش يعني انه من العدل تقبض على شرفاء البلد في التوقيت ده بالذات علشان خاطر بلاغات كيديه او علشان خاطر متهم عايزين في التهم عن نفسه وخلاص. الو. ايوه مين؟ ايوه يا باشا. ايوه يا فندم. نعم. ايوه يا باشا، بس اصل سعادتك يعني. تحت امر سعادتك يا فندم. حاضر. حاضر يا باشا. اتفضل سعادتك، اتفضل. احنا هنقفل المحضر على كده يا سالم بيه. تحب تمضي على المحضر ولا مش عايز سعادتك؟ اقول لك؟ شفت الظابط وشه جاب 100 لون ازاي بعد التليفون اللي جاله؟ اكيد جمال بيه السكري اتصرف. خير يا سالم بيه؟ خير طبعا. اتفضل يا سالم بيه. بلغ كيدي واتحفظ خلاص. الحكايه كلها لعب عيال في عيال، امال ايه، هي فوضى. شكلك هتلبسها. عمك انكر كل التهم اللي انت اتهمته بيها، وانت طبعا ما عندكش ولا دليل واحد، فاضطريت ان انا امشيه. عندك اي حاجه تانيه عايز تقولها قبل ما احولك على النيابه؟ عندي. السيد ابو الليف. ماله ده؟ هو اللي جاب لي الباسبور المزور، وهو اللي قال لي على موضوع محاوله قتل عمي. استنى. ايه؟ مش يمكن موضوع الفلوس ده بجد؟ عشان كده سالم نازل لنا مخصوص. قصدك يعني عشان يفطمنا نعمل ايه؟ اه. كان ممكن يقول لنا في التليفون يا ناصح. وممكن يكون شاكك ان تليفوناتنا متراقبه عشان كده نزل لنا بنفسه. عموما انا اول ما سمعت الخبر امنت نفسي ونقلت البضاعه والفلوس كلها في مخزن تاني. طول عمرك واطي ومتمسك بالوطيانه، طب مش تديني خبر عشان اعمل حساب انا كمان؟ ولا هي كده؟ واحد يسرق ريمه والتاني يلبس الجريمه. استاذ موسى، عندي سبق صحفي ليك ما حصلش. سالم الجرحي اتقبض عليه وبيحققوا معاه دلوقتي. انا هشوف حد من اسمي يتابعني بالاخبار اول باول، واكيد هتابع مع حضرتك. هايل. وانا هنزل الخبر دلوقتي على الموقع وهكتب ان احنا هنتابع مع القراء تفاصيله. خلي بالك من نفسك. ما تقلقش عليا.